مدى الاستعدادات بقى من جانب الأهلي والزمالك للمشترك الإفريقي؟ نعرف التفاصيل من خلال زميلنا محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن بينضم لنا هاتفيا. أهلا بيك يا محمد وصباح الخير. أهلا بيك يا هشام، صباح الخير. صباح الفل. قول لي يا محمد، إزاي بيستعد الأهلي والزمالك للقاءات الإفريقية المقبلة، وهل أدائهم في الدوري العام ده ممكن يدي انطباع عن شكل المنافسة أو حتى مدى قدرة الفرقتين على تجاوز المرحلة الجاية ولا لا؟ أكيد مرحلة صعبة، أكيد الأهلي والزمالك متفقين إن خلاص نهاية المشوار، إحنا في المرحلة النهائية أو الرمق الأخير من الماراثون دوري أبطال أفريقيا اللي توقف فترة طويلة جدا بسبب كورونا ومشاكل كورونا. يمكن المشاكل كتيرة في الناحيتين، يمكن ضغط الدوري، ضغط المباريات بتاعت الدوري أثرت على الأهلي والزمالك بشكل سلبي بسبب ناحية الإرهاق والإصابات الكتيرة على مستوى اللاعبين. ولكن في النهاية هم يعني عارفين المواعيد من قبل كده وعاملين حسابهم المفروض. يمكن الزمالك امبارح شفناه بيكسب 15 حاجة بصعوبة، ولكن هو ما كانش بيلعب يمكن إلا ب 20% أو 30% فقط من الفريق الأساسي، بقية اللاعبين مريحين عشان مباراة الرجاء. الأهلي شفناه أول امبارح بيتعادل مع بيراميدز، ولكن كان بيلعب عدد كبير من اللعيبة الأساسيين، ولكن يمكن الأهلي بيعمل حالة الروتيشن دي من فترة، فمريح اللعيبة وبيجهز اللعيبة اللي يلعبوا ماتش الوداد بشكل اساسي، بيحاول يجهزهم من خلال المباريات. فيمكن انا شايف ان الاثنين استعدادهم جيد، وان كان المنافس استعداده كمان جيد. المنافس عنده نقطه مهمه جدا اللي هو الرجاء والوداد، ان هم بداوا الدوري بتاعهم بدري شهر 7، فادتهم مساحه ان هم يلعبوا المباريات باريحيه بدون ضغط. ما كانش يعني ده محمد بيدي افضليه للرجاء او الوداد كده، عندهم افضليه من وجهه نظرك فنيا يعني؟ بيلعبوا بأريحية بدون ضغط بدني، بدون إصابات كتير، بدون مشاكل كتير، فبالتالي ده كان بيقلل الضغوط عليهم فبيخليهم أهدى في المباراة. لكن الأهلي والزمالك بنلعب مباريات الدوري وبنلعب مباريات كأس مصر، فبالتالي كل ده ضغط كبير جدا على اللعيبة في فترة قصيرة، ضغط بدني كبير جدا وضغط ذهني كمان على اللعيبة. فهم إن الرجاء والوداد كان في منافسة ما بينهم هما الاثنين على لقب الدوري لحد الرمق الاخير، لحد اخر دقيقتين في اخر مباراه ما بين الاثنين كان ممكن الوداد ياخد الدوري، والرجاء سجل هدف نجح ان هو يخطف الدوري، فبالتالي كان في منافسه وكان في راحه في المنافسه، فبالتالي دي بتدي افضليه نسبيه. وان كان الامكانيات الفنيه على مستوى اللاعبين بشكل فردي ترجح كفه الاهلي والزمالك، ولكن زي ما بقول لك القدرات اللي هي متعلقه بالضغط وعدم الاستقرار هو اللي مؤثر شويه على الزمالك. طب قول لي يا محمد، ازاي شفت مثلا تغيير القياده الفنيه للاهلي او الزمالك، وازاي ده ممكن يكون له تاثير سواء ايجابيا او سلبيا على اداء الفرقتين خلال البطوله الافريقيه؟ بس يمكن خليني اقول لك، يعني انا كنت متوقع دوت، لان بعد كورونا في حاجات كتير جدا اتغيرت، حتى لو كان مثلا الزمالك متفق مع كاتشيرون والاهلي متفق مع فايلر على التجديد ما قبل كورونا، القعدة 4 شهور عملت فرق كبير وعملت جاب كبير ما بين الطرفين. في النهاية دول مش مصريين، مش مرتبطين بالمكان، مش مرتبطين بالجمهور، مش مرتبطين بالنادي، ولكن بيحكمهم عقود وفلوس، فبالتالي لما يجي له عرض أحسن في مكان تاني هيكون اختياره للعرض التاني أحسن. بالنسبة لكارتيبون وفايلر، مشاكله العائلية مع ما يقال أو ما يثار في صحافة سوشيالية عن وجود عروض، فطبعا بيخليه ان هو برضه مشغول دايما. يمكن شايف القرار بتاع الزمالك كان مجبر عليه ان هو يتعاقد مع مدير فني بشكل سريع اللي هو باتشيكو، ويعني انا شايف ان الفرصه قعد شهر عشان يدرس الفريق عشان يستعد لمباراه الرجاء. اعتقد ان دي ميزه مهمه جدا عند باتشيكو. الناحيه الثانيه الاهلي جاب واحد جاهز عارف الفريق ولعبه وفهمه وفاهم افريقيا كويس وفاهم الوداد كويس اللي هو بيتسو موسيماني، فاعتقد ان دوت الاهلي كمان خد الخطوه الاستباقيه عن فاير، ان فاير مش هو اللي يسبقه. فيمكن الخطوتين انا شايف ان هم كانوا ممكن يكبروا شويه على كده كمان، لان المشاكل كانت متوقعه، وان كان كارتيرون هو اللي غدر بالزمالك بشكل مفاجئ وبشكل مبكر، يعني الزمالك حاول يتخطى اقل فتره ممكنه.